السلام عليكم متابعين قناة إمليب تي في. احنا كنتواجدوا اليوم في مدينة ميرس اللي قريبة لدوسلدورف، تقريبا 40 كيلومتر من دوسلدورف وقريبة لدوسبورغ. كنتواجدوا في مطعم أرغانا عند السي طارق. مرحبا بك السي طارق. مرحبا بكم. مرحبا بك في القناة ديالنا. غادي نحاولوا اليوم نتعرفوا عليكم ان شاء الله، على المطعم ديالكم وعلى هذه المنطقة، ونتمنى المتابعين يعجبهم الانترفيو ان شاء الله. ان شاء الله. يلا سير بوز. سي طارق، يمكن لك تعرف راسك للمتتبعين، شكون هو طارق وحكينا شويه على المطعم ديال الأرغانا. الاسم ديالي طارق مبتسم، من مواليد مدينه اكادير، عايش في المانيا تقريبا لدي 18 سنه. المهم حياتي تقريبا دوزتها، نص ديال حياتي دوزتها في الغاسترونومي ولا ومطعم أرغانا هي فكرة جات عن طريق الأهل ديالي. أنا مزوج بألمانيا، وكنا كل حد كان طيبه في الدار وأنا اللي كان طيب، وكل المرأة ديالي ما كان خليهاش توصل للكوزينة، أنا اللي عزيز عليها نطيب، هي هواية عندي وصافي. كان طيب ذاك الطياب مغربي وكلهم كيعجبهم، كلهم كيحماقوا عليه، وشحال مرة كيقولوا لي افتح مطعم مغربي، يعني هادشي مطلوب هنايا قليل. ومارس بالضبط لأنها جات خارجة شي شوية على 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 دوك المدن الكبيرة ديال النورد غاين فيست فالن بحال دوسلدورف، كولن ولا فوبرتال، خارجة شي شوية. والكخايز فيز عامة فيه واحد النسبة ديال الساكنة اللي هي كيفاش غنشرحها لكم؟ لا لا لا، ألمان بزاف. ألمان بزاف. ألمان بزاف. الجالية قليلة بزاف. الجالية هنا قليلة في هذه النواحي هذه. أغلبية الناس اللي كيبغيو ياكلوا الماكلة المغربية خاصهم يمشيو يا إما لدوسلدورف، يا إما كولن، يا إما كاين مطعم واقيلا في دورتموند كنظن. المهم بعيد بزاف. ظنيت أنا قلت بأن تكون فكرة مزيانة أنني ندير شي حاجة اللي هي قريبة، وفي نفس الوقت نعرف بالثقافة المغربية ونعرف بالطبخ المغربي، هذا هو الغرض. السؤال الثاني السي طارق هو الكليان ديالك الزبناء، واش المان واش مغاربه، واش زعما شنو تقدر تقول لنا شنو الاطباق اللي كتقدم، اوقات اللي كتفتح، وحكينا شويه على واش كيفاش الزبناء ديالك هنايا، كيفاش تلقاو هذا الخبر ان مطعم جاي في وسط المدينه في ميرس. وبالنسبه للزبناء 95% المان. اوكي. حنا المغاربه ديما كنقولوا 99%، هذيك كيف ما كان الاحوال عندنا 99%. وراه المهم 95% تقريبا المان، الاخرين مغاربه، هذيك 5% كتكون مغاربه، كيجيو قلال بزاف. من المنطقه المغاربه ولا كيجيو من بلاصه بعيده؟ لا، من المنطقه، من ميرس، من هذه النواحي ديال ميرس. نيت من هذه النواحي ديال ميرس. نسيت السؤال. السؤال هو كيفاش الزبناء، كيفاش تقبلوا الفكره، يشوفوا الطبخ المغربي فعلا. جاي في السونتر فيل، زعما واش زعما الزبناء كما قلت اغلبيه المان، هو السؤال ديالنا، علاش شنو السبب اللي جعل اغلبيه الزبناء المان ماشي مغاربه؟ لانها شي حاجه جديده، حاجه جديده، ماشي داك الشيء اللي مولفين المرزيانه كي كيقول ولا كخايس فيزل مولفين كياكلوا بزاف عند الالمان، كياكلوا عند الالمان، كياكلوا عند تواركا، كياكلوا عند الطاليان بزاف، وما كاينش شي بديل. البديل كيف ما قلت الا بغاوك خصهم يشدوا الطريق 30 40 كيلومتر باش يلقاو البديل. ندوزو ان شاء الله للسؤال الموالي. السؤال الموالي، شنو تقدر تقول لنا السي طارق على هذه الجهه كلها، ماشي غير فيزل وكذا، على شنو تقول على الجاليه المغربيه؟ واش الجاليه ناجحه؟ واش المغاربه بحال الاتراك والسوريين كيديروا مشاريع بحال دابا؟ تبارك الله، واحد المثال جد ايجابي على المغاربه اللي ماشي غير حتى هما كيستثمروا في المانيا وكيقربوا كما قلت التقاليد والعادات ديالنا والطبخ المغربي للالمان. شنو تقول على الجاليه؟ واش الجاليه المغربيه هنا في هذه الجهه جاليه ناجحه، جاليه مندمجه، ولا جاليه ما كتساهمش هي في ازدهار المانيا والبلاد ديالها؟ بالعكس، الجاليه المغربيه واحد الجاليه اللي هي كتندمج بواحد السرعه خياليه. ما كاينش شي جاليه اللي كنشوف انا بحال المغاربه انهم كيقدروا يدخلوا في المجتمع، كيقدروا يتقبلوا الافكار، يتقبلوا التقاليد، ويتعايشوا مع الشعوب فين ما كانت. المغاربه تبارك الله عليهم. بالنسبه للمشاريع وعلاش هذا المشروع هذا بالضبط ما دارش هنايا، المغاربه كيفكروا بواحد الطريقه اخرى، انهم كيحاولوا كيفاش غادي نشرحها لك. بزاف المشاريع المغربيه كيخافوا انها ما يكونش عندها اقبال.
لو كان عايشين كون عايشين في فرنسا ولا في في اسبانيا فين كاين الجاليه المغربيه بزاف علاش كيديروا المشاريع من المغربي للمغربي هذا هو كيكون هذا هو الهدف الرئيسي. اما راه كاينين مغاربه اللي هما ناجحين بمشاريع اخرى مجالات اخرى كيدير وحتى في الغاسترونومي ما كيخدموش بزاف في المطاعم المغربيه انما كيخدموا مطاعم اسبانيونيه مطاعم ايطاليه المهم غير بالنسبه للمطبخ المغربي بحال كيخافوا منه شي شويه وانا هذا هو التخوف اللي كان عندي انا في الاول قبل ما نفتح المطعم ان الناس ما تقبلش الفكره ديال ديال صح الموقع زوين هذا الموقع زعما جاي في وسط المدينه راه تبارك الله موقع طبيعه الحال الموقع كان واحد كان عنده واحد كيمشيو ليا الكلمات ماشي مشكل كنت عنده واحد واحد المهم واحد البادره ايجابيه ضروري ونتمنوا ان المغاربه عاوتاني موراك ان شاء الله تاهما يزيد يديروا حيت غادي تعطيهم واحد بحال موتيفاسيون بحال لا ضروري ضروري خاص غير الواحد يفكر بعقلانيه ويفكر بسميتو يشوف السوق يشوف المتطلبات لان كيكون كيكون كي كيقولوا بالالمانيه انغبوت اونت نافراغ الطلب والعرض خاص ديما الواحد يشوف الطلب والعرض وهنا كاين الطلب العرض ما كاينش هذا هو الهدف هذا هو السبب اللي خلاني انني نتشجع وندير هذا المشروع هذا ملي فتحت المحل كان عندي واحد التخوف بلي فعلا الناس غادي تخاف من المطبخ المغربي لان كيربطوه بزاف بالمطبخ الاسيوي اللي هو مثلا الهند شاف كيكون حار شي شويه كيكون المهم كيكون واحد التخوف شي شويه ولكن ملي فتحت فتحت بلا اشهار ما درت حتى شي حاجه البلاكا كان البلاكا علقتها النهار اللي غنفتح فيه البلاكا ديال ارغانا كانوا الناس كيدوزو كيشوفو ما كيعرفوش شنو غادي يدار تما حتى النهار اللي غنفتح عاد علقت البلاكا ديالي وفتحتها النهار الاول النهار الثاني دازو شويه طمال تما بدا واحد التخوف اللي ربما الناس خايفه من من هذا الاسلوب من هذا النوع ديال المطابخ ولكن درت واحد البوست واحد الجروب اللي سميتو دوبي سموها زافان ديال الفيسبوك دوبي سموها زافان كنت دخلت فيه بزاف الالمان تما تكون عربيه وانا داخل فيه ودخلت غير بارازار قلت غادي غير ندير هذا البوست هذا ونشوف شنو الرياكسيون ديال الناس كيفاش غادا تكون دخلت ذاك البوست دخلته في جوج الليل مع 10 ديال الصباح لقيت 402 ديال اللايك واي 400 لايك ما شاء الله فوق 400 ديال اللايك ما كملش النهار وصلت 750 لايك واي انفلونسر انفلونسر في نفس النهار كان ما شاء الله الخدمه كانت حركه بزاف واحد غيقولها الاخر واحد قالها الاخر بارطاجا بزاف في نفس النهار اتصلت بيا الجريده ديال الان ات 7 جاو حتى هما داروا واحد الانترفيو داروا واحد الانترفيو ومن تما تعرف المحل المهم تعرف المحل غنقول واحد النسبه ديال 25 30% ديال الساكنه ديال النواحي هنا عارفين بلي كاين واحد المغربي ولكن باقى 70% تقريبا ما عارفاش انا كيجيو الناس ان شاء الله اطراف هذا الفيديو ان شاء الله توصل حيت الموقع مخبي شي شويه جا ما بين سيون هذا المحل هنايا ما بينش شويه هي بحال قلتي وازو وسط وسط المدينه الفونتين ديال الماء وسط المدينه ولكن في نفس الوقت غويش مرتاحه فيها شويه ديال الهدوء ايوا دابا جينا لنهايه الانترفيو اول حاجه باسم طاقم قناه امليم تي في كنتمناو اخونا طارق المجيد من نجاح وحنا كنفخورين بوجود مطعم مغربي في وسط هذه المنطقه هذه اللي ما فيهاش المغاربه بزاف واش ممكن لك تقول اخر كلمه لاذاعه ولا قناه امليم تي في اللي كدير برامج على الجاليه المغربيه في المانيا واش بادره ممتازه يعني انا ما كنتش عارف باللي كاينين قنوات من هذا النوع هذا حيت انا مزوج بالمانيا داكشي علاش بحال قلتي اندمجت بزاف مع المجتمع الالماني وما عنديش الناس والاصدقاء المغاربه هنايا بقيت غادي في واحد الاتجاه حتى وليت كننسى نسى بحال كننسى الجذور ديالي ولكن ما يمكنش داكشي علاش فتحت المطعم باش نرجع للجذور ديالي وباش نبقى فيها وبحال هاد القنوات هادو من طبيعه الحال شي حاجه اللي هي ممتازه وكنتمنى التوفيق كنتمنى ان المغاربه يكونوا تكون عندهم شويه ديال الشجاعه يستثمروا شي شويه ويفتخروا بالتقاليد ديالهم ويفتخروا بالبلاد ديالهم ويفتخروا بالمغرب عامة شكرا على المتابعة ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم